تشرفت بمقابلة سيادة الرئيس الباجي القائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، وتحدثت مع فخامته حول علاقات التعاون المتميزة بين الإسيسكو والجمهورية التونسية، وقدمت لسيادته العروض التي اتفقنا عليها مع معالي وزير التربية لتنظيم المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء التربية في تونس في عام 2016، وكذلك مشروع عقد المؤتمر الدولي الثالث لمكافحة الإرهاب الذي يأتي في سياق اهتمامات الإسيسكو بمعالجة قضايا الإرهاب والتصدي لها، واتفقنا على أنه سيعقد هنا في تونس إن شاء الله في عام 2016. وكذلك تحدثنا عن عقد المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة في نهاية عام 2017 لاختيار تونس عاصمة للثقافة الإسلامية، ولقيت من سيادة الرئيس الدعم والمساندة، وسنعمل على استكمال إجراءات تنفيذ هذه المشروعات الثلاثة التي وافق سيادته عليها، وذلك من خلال تعاوننا مع وزارة التربية ومع وزارة الثقافة والمحافظة على التراث. وإنني لجد سعيد بأن أزور تونس مرة أخرى وأن أرى هذا التطور الذي تسير فيه تونس نحو المزيد من ترسيخ الديمقراطية والحداثة في هذا البلد العريق الذي نتمنى له كل التوفيق والنجاح، ولشعبه الكريم المزيد من الاستقرار والنمو.